من القدس معنا مراسل العربي أحمد جرادات. أهلا أحمد. تطورات سياسية كثيرة في إسرائيل على وقع تظاهرات حاشدة أيضا، ضعنا في الأجواء اليوم. يعني هذه التظاهرات تعتبر من أكبر التظاهرات التي شهدتها إسرائيل في الفترة الأخيرة، والأهم بأنها تطالب بحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة وإعادة التفويض مرة أخرى إلى الشعب من أجل التصويت والإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو. تداعيات هذه المظاهرة انعكست أيضا صباح هذا اليوم في تصريحات لنائب رئيس الكنيست وهو نسيم فيتوري من حزب الليكود، الذي اتهم قوة كابلن أو المتظاهرين ضد الحكومة الإسرائيلية بأنهم من أحد أذرع حركة حماس. وهذا التصريح يلاقي حالة من التجاذب السياسي وحالة من النقاش في إسرائيل والاتهامات المتبادلة. فمثلا رئيس المعسكر الوطني بيني جانتس قال بأنه يتوجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي إقالة نسيم فيتوري بناء على هذه التصريحات، ووصفها بالمشينة. يذكر بأن لهذا الشخص عدة تصريحات أيضا في الفترة الماضية، كان قد وصف المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو بأنهم أسوأ من إيران وأسوأ من منظمة التحرير. وهذا ربما يعكس الانقسام في الداخل الإسرائيلي الحالي ما بين مؤيد ومعارض، ما بين يريد إبقاء بنيامين نتنياهو كرئيس لهذه الحكومة والتمسك بحكومة اليمين حتى النهاية، وما بين من يريد الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لا سيما بعد ما جرى في 7 أكتوبر والفشل والإخفاق الذي يتهم به بنيامين نتنياهو.